على موضوع الشباب، الأسعار، الناس نفسها الأفضل في المستقبل. أعتقد أنه السيد الرئيس يعني بينقل إليه نبض الشارع، وأظن أنه يعني بيسير في هذه الملفات، لكن نتائجها يمكن مش ظاهرة للناس بدرجة كبيرة جدا. يمكن الرئيس اتكلم امبارح عن قضية تمكين الشباب واتكلم عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا تحسب للرئيس السيسي في هذا المجال. هذا البرنامج ليس مسؤولية الرئاسة، وإنما هو مسؤولية القوى السياسية اللي موجودة في مصر، الأحزاب السياسية. هو ده دورها، إنها تربي كوادر سياسية وتنشئ كوادر سياسية. هل الأحزاب السياسية بتقوم بدورها؟ لا طبعا، ما هو علشان كده الرئاسة تصدت لهذا التحدي وقامت بهذه المبادرة. ده قصور في القوى السياسية اللي موجودة، لأنها لم تؤدي هذا الدور ولم تربي كوادر تستطيع ملء الفراغ السياسي. انت حضرتك كنت بتتكلمي بعد 2011 عن الحاجة إلى نخبة سياسية جديدة ونخبة سياسية شابة ولها رؤية تستطيع أن تقود مصر إلى الأمام. الكلام ده ما كانش موجود من خلال الأحزاب، لأنه ليس لها وجود في الشارع. أنا طبعا مش عايز أعمم، لكن بالتأكيد المواطن العادي لا يشعر بوجود هذه الكيانات اللي هو بيسموها أحزاب سياسية وجدواها بالنسبة له سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي اللي هي وظيفتها الرئيسية. وبالتالي من هنا جاءت مبادرة الرئاسة بالنسبة لتأهيل الشباب للقيادة. لكن الحقيقة احنا محتاجين مزيد من المعلومات حول هذه المبادرة.